الغلطه المرعبه في حياتي. انت اتخطفت؟ اهدي يا ام، اتخطفت ازاي؟ خليكي في حالك انت يا مريم وما تتدخليش، الحوار ده ما يخصني انا. يا بابا انا سوما. يا بابا ده فيلم كله هبل وقص ضواف. يا فندم دي بنت بلطجيه وتربيه شوارع. الاستاذ حاول يتحرج بصاحبتها في مسرح الكليه. عشوائيتك دي هتهد كل اللي انا بنيته. انا كده اتدمرت يا فايزه، انا رحت في داهيه اتفضحت. هي من دي اللي اتفضحت يا عبد الله؟ عامل فيك ايه الكلب ده يا مريم؟ انا اهنت القناه في ايه وجرحت سمعه حضرتك ليه بس؟ بتذبها يعني اعمل ايه والنبي يا رب؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ من السبت الى الاربعاء 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.